ورجعنا لكم تاني على باب الخلق على انرجي 92.1، وبنشوف لسه القرآن بيشاور على بعض مواضع كده ونقاط ويتكلم فيها على معنى الجمال. طبعا القرآن، كل ما القرآن الكريم كان بيذكر حاجة في الكون، في السماوات، في الأرض، حتى في الحيوانات، حتى في الكائنات، حتى في الأشجار والنباتات، كان دايما يجيب جنبها كلمة الجمال. لما جه يتكلم مثلا عن الحيوانات قال لكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وبعدين ابتدى يعدد، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وإيه وزينة. يا جماعة منظور عين الجمال في القرآن الكريم كبيرة جدا، واسعة جدا، ما تشوفش إلا كل جمال. فبالتالي ما تسمعش خطاب عن الدين إلا لما يكون كله جمال. أول ما تسمع خطاب عن الدين في قبح أو في كره أو في حقد أو في غل أو في إيذاء أو في تفرقة، كل ده وهو ما بيتربط باسم الدين، ابعد عنه خالص. الخطاب ده ملوش أي علاقة بالدين. القرآن الكريم بالنصوص، أنا يعني تعمدنا نقول الآيات ونقول إن ده مربوط بالقرآن وبالسنة علشان هو ده الدليل القاطع إن الدين ده دين جمال. فحتى هو بيتكلم عن الحيوانات بيقول الخيرة والبغالة والحميرة اللي تركبوها وزينة. يجي يتكلم عن الزرع يقول حدائق ذات بهجة، حدائق بيتكلم عن الزرع ذات بهجة، ذات فرح. الدين ده دين فرح وجمال. في ملمح تاني مهم جدا عن مجموعة من الشباب قرروا فجأة ان هم يسلموا لله سبحانه وتعالى ويبقوا كويسين وقريبين من ربنا. خرجوا برا القرية اللي هم كانوا فيها معهم الكلب بتاعهم. لما خرجوا معهم الكلب راحوا جوا كهف كده ناموا فيه. اول ما ناموا الشباب دول، ودول مذكورين في سورة الكهف، ناموا الشباب وقاموا من النوم عشان يكلوا. هم ناموا قد ايه؟ كم يوم؟ دول ناموا 300 سنة او اكتر من 300 سنة. فتخيل، دي كانت معجزه يعني، تخيل ان انت تنام 300 سنه وتقوم جعان ازاي بقى. يعني لو ما اكلتش من الصبح مثلا تبقى جعان جدا، انت بقالك 309 او 308 300 وشويه سنه ما اكلتش. فاول حاجه فكروا فيها اول ما قاموا من النوم يقول فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه. يلا يا جماعه خلوا واحد من معاكم ياخد الفلوس دي يروح للمدينه بره، يعني بعيد عن الكهف، فلينظر ايها ايه أسرع طعام، حاجة بسرعة كده ناكلها ولا دورولنا على أي حاجة حوالينا. قال فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف. يعني لما تفكر في الأكل ما تاكلش إلا الأكل الجميل، ولما تفكر في اللبس ما تلبسش إلا اللبس الجميل. وده كان كده سيدنا النبي يوصي. على فكرة مش معنى أنك تكون شخص يعني متدين أو تعرف ربنا بالبلد زي ما تقول أنك تلبس لبس مبهدل أو مقطع أو ريحته وحشة. لما تفكر في الدين ما تفكرش غير في أحسن الطيب وأحسن العطر. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تردوا الريحان. لما حد يجيب لكم ريحان أو يعني أي حاجة فيها عطر ما تردوهاش عشان دي حاجة جميلة. كان يوصي دايما أن الناس تعطروا يا جماعة وخلوا ريحتكم حلوة. كان صلى الله عليه وسلم يقول أنا أنه كان يمس الدهن، يعني بيحط الكريم على شعره، شعره كان بيسرحه ويحط فيه الكريم اللي هو الدهن. يعني كن جميلا هترى كل الوجود جميلا. الدين بكل تفاصيله في الأحاديث وفي القرآن الكريم ما بيأمرش إلا بالجمال. ما تبصش إلا بعين الجمال، ما تشوفش إلا بعين الجمال. الجمال في التفاصيل دي، تفاصيل الأكل، تفاصيل الشرب، تفاصيل اللبس، تفاصيل المركب. لما تيجي تركب حاجة برضو ما تركبش حاجة جميلة. هو أن هو الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. ومش معنى إنك تاكل حلو أو تلبس حلو أو تتعطر وتحط عطور حلوة أو إنك تركب حاجات حلوة أنها لازم تبقى غالية جدا. مش لازم تبقى غالية جدا، وفي نفس الوقت مش لازم تعمل الحاجات دي وانت يعني أنا بقى هزهد الحياة وألبس حاجات مش كويسة وتبقى ريحتي مش كويسة وشكلي مش كويس. ليه انت مبهدل في نفسك كده ليه؟ أصلا يا جماعة يعني معلش قررت أبقى قريب من ربنا أبدا. كل ما بتقرب منه في باب الجمال اللي احنا فاتحينه في باب الخلق، كل ما بتقرب منه سبحانه وتعالى كل ما بتزداد جمال. لان هو ما بيأمرش غير بالجمال، فعشان تقرب منه لازم تسمع اللي هو بيقول عليه. لما تسمع اللي هو بيقول عليه وانت بتقرب منه لن تزداد، مش هتزداد الا جمال. ولما تعيش بقى مود الجمال ده وتشوف الجمال، الحياة كلها من حواليك هتتغير. هنخرج فاصل ونرجع نشوف الحياة اللي بتتغير دي بتتغير ازاي. هنرجع لكم تاني بعد الفاصل على انرجي 92.1، معاكم مصطفى عطف من باب الخلق.